عايزاه السعادي. عايزاكي في كلمتينك دي. ما وقتوش، مش شايفه اللي احنا فيه؟ ما انا جايه عشان اللي انتوا فيه ده. هما كلمتين ما فيش غيرهم. خير. 100,000 جنيه. كم؟ لا ان شاء الله. عشان لساني ده يدخل ما يخرجش تاني. قطع لسانك. ما هو قبل ما يتقطع لساني هيقول على اللي انا عارفاه. وايه ان شاء الله اللي انت عارفاه؟ عبد الله. الله يرحمه. انت اللي قتلتيه. طب تعالي تعالي. ايه قاعدي؟ المية دول حق سكوتي عن النصيبة اللي انت عملتيها، واللي لو عرفها حد هنا هيقول عليك يا رحمن يا رحيم. وكمان يا دليل العمل. عمل ايه؟ العمل. الكل فاهم ان كريمة هي اللي عملت العمل لفوزية. شوفي لو فوزية عرفت ان انت ورا كل ده هتعمل ايه؟ وده بقى يساوي كام؟ انا مش هتجل عليكي، انا عارفة ان دلابك في ذهب لولو اول ولا اخر. صدقي لوش لزوم كل اللي قلتيه ده. اي حاجة انت عايزاها حاضر من عيني. انت حبيبتي. امال ايه؟ اها بعدين يعني ده انا لسه عايزاكي في حاجات ياما. وانا عينيا ليكي. واللي انت عايزاه جاهز. امسكي. مش خساره فيك بجد. امال ايه؟ انت حبيبتي يا بنت. وانا لو فرطت فيكي هشتري مين؟ وبعدين ده انا اسراري كلها في عدك ولا ايه يا دلال؟ يعني مش قصدي. لولا انك حبيبتي يا دلال والله كنت زعلت منك. خبر ايه يا بنتي؟ انا عندي اغلى منك والله. ما عندي حد لا استأمنه على سري ولا اقول له على وجعي ولا اقول له على حاجه انا عايزاها ويعملها لي. الشيطان يا ست جبريه. يلا الله مخزيك يا شيطان. قولي لي حبيبتي متى عاوزه باقي فلوسك؟ في اقرب وقت ممكن. بيني وبينك عايزه اشتري بيت جديد. يا اختي مبروك الف بركه. اقول لك على حاجه، لو كمان فلوسك ما قضتش البيت الجديد رقبتي سداده. جيبهم لك فين يا حبيبتي؟ المكان اللي تقولي عليه. اي مكان، بس انا اقدرش اجيب الفلوس هنا. حتى يشوفها في الدولاب يقول لي جايبها ليه. يبقى خلاص البيت عندي. لا تقول لك مش امان، اخاف حتى يشوفني ولا يشوف الفلوس. لا يا بنت مش صح. السجية القديمة؟ لا الطاحون احسن. يعزني. ليه يا بنت؟ ده احسن مكان نتقابلوا فيه، محدش بيروح هناك. اقول لك انا حجيب معاه صندوق الذهب كله وانت اختاري اللي يعجبك، وحلف الفلوس على وسطي عشان حدش يشوفنا. نتقابلوا بيتا الليله. خلاص هستنيكي. ست جبريه، ست جبريه. ما تخش يا دلال. سكرتي الباب ليه يا ست جبريل؟ عشان حد الشفوت يفتح الباب وفي حد يستجري ياهو بالناحية دي. أه. الأمر ما يسلمش يا بنت. سيق عليك النبي نخلص اللي احنا جايين له بسرعة. عيني. خدي. خبر ايه؟ هتعديش فلوسك؟ حد وراكي برضو يا ست الكل؟ أها
طب طلي على ذهبك. جوتي بيه تمام. قولي يا دلال، هو المأمور خد كريمة وراحوا المجابر الشرقية يدوروا على جدة عبد السلام، لقيوها؟ لا، وبيقولوا المأمور هاج وماج وراسه في ألف سيف يفتح كل الطرق عشان يشوفوا الجدة موجودة ولا لا، بس قالوا الموضوع ده محتاج تصريح. وإيه تاني؟ ولا حاجة، سكتم بكتم، مفيش حد بيتكلم. بين علي العمدة نبه عليهم ما يتكلموش. أها، العمدة حيفوت على البلد نفر نفر، ينبه عليهم حدش يتكلم. كفاية يقول لواحد في البلد ساعة زمن ومفيش حد حيتكلم خالص. يعني محدش حيقول أي حاجة في الموضوع ده؟ العمدة واصل وإيده طايلة، محدش يقدر يتكلم، وعبد الحكيم خيره على البلد كلها، مين يقدر يقول له لا؟ صح، محدش يتكلم معاه، محدش يقدر يفتح خشمه. أمال أنت كيف فتحت عينك فيا؟ لا، لا عشت ولا كنت يا ست الكل. واللي عملتي إيه؟ كان اسمه إيه؟ طمع في كرمك وفي محبتك. يعني أنا يا دلال لو ما عملتش اللي أنت عايزاه كنت هتعملي إيه؟ لا لا، أنا جاية النهاردة أستسمحك وأقول لك حقك عليا، ساعة شيطان، سامحيني يا ست الكل، سامحيني. هاتي ذهبي وفلوسي. هسامحك ليه يا دلال؟ ايه اللي ممكن تعمليه يخليني انسى الحديث العفش اللي قلتيه؟ ابوس على يدك، ابوس على يدك، خرجيني من هنا. خايفة حبيبتي؟ ابوس على رجلك، ابوس على رجلك يا ست الكل، حقك عليا. تعملي ايه؟ تعملي ايه يا ست جميل؟ ست جميل؟